وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. ضمنها سموه أصدق تهانيه وتمنياته له بوافر الصحة والسعادة والعمر المديد وللشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب فيها سمو رئيس الوزراء عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة. وعبر فيها سموه عن أطيب تهنئة وتمنياته له بوافر الصحة والسعادة ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق كل الرفعة والازدهار.